القرارات اللي كانت موجودة فيها الاجتماع. لا، الاجتماعات دي مش اجتماعات بيبقى فيها قرارات، الاجتماعات دي اجتماعات دورانيه بتتعمل بصفه مستمره. دي سلسله مجموعه من الاجتماعات رئيس النادي ابتدى فيها بدايه من الشهر الجاي اللي احنا فيه، الشهر الحالي. تمام يا فندم. يعني النهارده مثلا انا رئيس النادي دلوقتي مجتمع مع قطاع الباسكت بالكره السله بالكامل، بعديها هيجتمع الساعه 8 مع قطاع الكره الطايره بالكامل، امبارح كان مجتمع مع المديرين الفنيين ومديرين قطاع الناشئين للالعاب النشاط الرياضي، قبليها كان مجتمع مع قطاع الناشئين لكره القدم، مظبوط. النهارده كان الاجتماع مع الاداره التنفيذيه كلهم فيما يخصه. رئيس النادي بيوصل رساله للناس كلها، في حاجه اسمها النهارده برنامج انتخابي احنا وعدنا بيه الناس، في حاجه اسمها النادي الاهلي اللي هو من 1907 سنه موجود، في اجيال سلمت بعضيها، بيوصل رساله للناس كلها اللي احنا لازم يبقى قد مسؤوليه، بنتحمل مسؤوليه كبيره جدا، شرف اي حد اللي هو موجود النهارده بيخدم النادي الاهلي، عايزين واحنا نسلم النادي الاهلي للي بعدينا برضه يبقى احنا عملنا البصمه اللي يستحقها النادي الاهلي مننا، لان زي ما انت عارف النادي الاهلي عظيم بالناس اللي اشتغلت سلسله الاجتماعات دي كلها عشان يشوف كل المفتات اللي موجوده بالنسبه للاجهزه الفنيه على مستوى النشاط الرياضي على مستوى كره القدم، وبالنسبه للاداره التنفيذيه على المستوى الخدمي الخاص بالاعضاء، وده بالنسبه له مهم جدا جدا. فالبرنامج الانتخابي مقسوم شقين، شق خدمي لاعضاء الجمعيه العموميه وشق رياضي، والاهم للناس كلها الاهلاويه كلهم وجماهير النادي الاهلي واعضائه اللي دايما النادي الاهلي قدره ودايما المركز الاول فقط لا طبعا. غير، ما بنقبلش المركز الثاني. النهارده داخل على موسم رياضي قوي جدا، محتاج النهارده ان شاء الله باذن الله كل البطولات تحصل عليها على مستوى الالعاب كلها، وان شاء الله باذن الله نرجع تاني لافريقيا، بطوله افريقيا وكره القدم، وده الهدف الاساسي بتاعنا باذن الله، ربنا يحققه باذن الله ونسعد الجماهير المصريه. لكن على مستوى الالعاب الاخرى احنا برضو عايزين سواء كل البطولات المحليه او كل البطولات الافريقيه ان شاء الله باذن الله النادي الاهلي ان شاء الله يتوج بيها، وخصوصا ان انت عملت دعم على مستوى النشاط الرياضي الحمد لله، دعم كويس وبشكل كويس، وما فيش حد طلب اي لاعبين او اي دعم للفرق بتاعته الا الحمد لله عملناها، سواء على مستوى قطاع الناشئين او على مستوى الدرجه الاولى، مع الحفاظ على اللوائح والرولز بتاعت النادي الاهلي والحفاظ على ابناء النادي الاهلي اللي من حقهم يمارسوا الرياضه داخل النادي. هي دي الاجتماعات. النهارده الاجتماع كان مع الاداره التنفيذيه، على من ضمن الاجتماعات اللي على مدار اليوم اللي رئيس النادي كان قابلنا فيه الاجتماع مع المستشار الهندسي، عشان بنعمل اعاده جديده للاداره الهندسيه بالكامل، وبنفصل الاداره الهندسيه عن اداره الصيانه، بحيث النهارده اداره النادي الاهلي بيشهد لاول مره منذ زمن تطور طفره انشائيه. بالظبط، مظبوط. كنت لسه اسال حضرتك تصريح على لسان سيادتك، بتقول النادي الاهلي بيشهد طفره انشائيه، فطبعا هي بتغير المعالم الاساسيه كلها بتاعه النادي الاهلي، وبتخلي دي اللي هتبقى روح النادي الاهلي اللي موجوده 2018، مع احتفاظك على الروح بتاعه النادي الاهلي ربنا فيها يا عم، انت موجود طبعًا. في النادي الاهلي طبعا، في المبنى الاجتماعي انت بتحبه بشكل معين، في حمام السباحه بتحبه بشكل معين، كلنا لنا ذكريات في النادي، ولكن في الاخر احنا النهارده 2018 انت بتطور حاجات انشاءات معينه تواكب وتخدم العضو وتواكب الزمن اللي احنا فيه 2018، تمام؟ فهو ده اللي احنا الناس هتشوفه. فاحنا بنقول النهارده اللي احنا بنعمل طفره انشائيه على اعلى مستوى باذن الله، ما حصلتش من فتره طويله. فرئيس النادي قعد مع الاداره الهندسيه عشان يشوف مطالبات المستشار الهندسي المهندس سامح علي كامل، عشان خاطر تبقى الاداره الهندسيه دي مسؤوله عن المشروعات الكبرى اللي احنا شغالين فيها، وفي نفس الوقت في اداره الصيانه اللي موجوده دي اللي هتبقى تحت اشراف مديرين الفروع الاداره التنفيذيه، بحيث النهارده دي اللي تمس الخدمات اليوميه للعضو. فاداره السنه دي اللي استحدثناها تبقى موجوده عشان تمس منفصله، دي تبع الاداره التنفيذيه، الاداره الهندسيه دي تبع المستشار الهندسي تبع المجلس الاداره عشان خاطر المشروعات اللي بتحصل في النادي الاهلي. يعني حاجه بالنسبه له الموسم الصيفي يعدي، الاعضاء طبعا احنا يعني بنقول لهم يعني كتر خيركم اللي انتم مستحملينا، احنا بنقدم اقصى حاجه ممكنه من الخدمات، برضه انت عارف الموسم الصيفي الناس بتبقى الاعضاء موجوده بكثافه الحمد طبعًا. لله طبعا الحمد لله، مش عايزينهم يحسوا ان في برضه اعمال شغاله، فانت على التوازي بتراعي القصه دي كويس قوي، ازاي توفر لهم المكان وتوفر لاولادنا المكان اللي هيقدر يلعب فيه واللي هيقدر يبقى موجود فيه وهيقدر يجي يقضي فيه اليوم بتاعه في النادي الاهلي، مع توفير الامن طبعا نمره واحد، وفي نفس الوقت اعمالك الانشائيه شغاله من اسوار لمناطق جلوس جديده في مدينه نصر لطاقه كاراتيه بتتبني في الاهلي الجزيره، لاسوار مبنى اجتماع في الشيخ زايد من غير ما العضو يحس بده. هو ده الشغل الشاغل لرئيس النادي، عشان كده احنا شغالين الفتره اللي فاتت بدايه من شهر 7 من 1/7
لغايه دلوقتي بصفه مستمره في اجتماعات دوريه على مستوى النادي بالكامل يوميا، بتبدا من الساعه 10 صباحا وبتخلص الساعه 10 مساء، عشان خاطر رسائل بتوصل للاداره التنفيذيه، رسائل بتوصل للعاملين في النادي، رسائل بتوصل للاجهزه الفنيه كلها. الناس كلها اللي هتبقى على قد المسؤوليه هتبقى موجوده ضمن عائله النادي الاهلي اللي بتخدم النادي الاهلي وليها شرف خدمه النادي الاهلي. اللي ما عندوش القدره دي برضه هو من ضمن عائله النادي الاهلي، ولكن احنا عايزين اللي يواكب معانا التطور الزمني، اللي يواكب معانا السرعه، اللي يواكب معانا سرعه متطلبات الاعضاء. ومتهيألي انت يا عمر متابع السوشيال ميديا طبعا، الحرف السوشيال ميديا الريتم بتاعها عالي وسريع، ما فيش حاجه بتتعمل لما بتلاقي الناس على طول بتحط عليها سبوت. صح. اتمنى برضه زي ما في ايجابيات زي ما في سلبيات، الناس بتشوف السلبيات، اتمنى تشوف الايجابيات وتقولها. الحمد لله رب العالمين احنا جدا جدا في عائله النادي الاهلي، اه في سلبيات موجوده احنا بنعالجها على الفور، ما بنستناش، بنتابع القصه دي بشكل جيد الحمد لله، الاداره التنفيذيه بتتابعها. النهارده عندنا مشكله واكيد انتوا عايشينها برضو كلكم، لجنه الرحلات اتطلب تقرير من لجنه الرحلات عشان تقدم تقرير رسمي للاسعار وليه الكلام ده كله. فانت على طول مواكب الاعضاء ومواكب الترتيبات بتاعت الاعضاء وبنتابع على طول بصفه مستمره عشان عايز توفر احسن حاجه لعضو النادي الاهلي، ده على هامش بطولات النادي الاهلي اللي هي التارجت الاساسي لينا. عجبني من كلام حضرتك يا سياده العميد ان دايما الشغل الشاغل مش بس المجلس الاداره من حيث النواحي الانشائيه ولا على الفرق الرياضيه، حضرتك كمان اتكلمتوا على التجاوب السريع لطلبات الاعضاء وتوفير كافه احتياجاتهم، وده حاجه مميزه جدا وتتحسب لحضراتكم. هي دي اهم حاجه بالنسبه لنا، عائله النادي الاهلي الفكر الاساسي في عائله النادي الاهلي بالبرنامج بتاعها، تطوير الاداره التنفيذيه بالكامل، تطوير القطاع الخدمي بالكامل، والفكر الثاني الاساس اللي ازاي النادي الاهلي يفضل محتفظ بصدارته وحصوله على البطولات بصفه مستمره واسعاد جماهيره لجميع النادي الاهلي العريقه ان شاء الله باذن الله. سياده العميد بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معايا، ودايما بتشرفني وبتنورني على قناه النادي الاهلي. سياده العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الاهلي، واتكلمنا معاه بخصوص الاجتماع الادار من جانب الكابتن محمود الخطيب والنواحي الانشائيه والنواحي الخاصه باعضاء النادي الاهلي كونهم من ضمن برنامج عائله الاهلي. دايما زي ما احنا قلنا ان مجلس الاداره حريص قل الحرص، مش بس الاهتمام بالجوانب الرياضيه والجوانب الانشائيه، لا، النادي الاهلي بيهتم ايضا بالاعضاء، وزي ما سمعنا وشفنا مع حضراتكم صوت وصوره مع العميد محمد مرجان اتكلم